دابا ثلاث ايام وانت كتبغي تصدق، كيفاش كدوز الليل؟ ما مزيانش، بارده، الدري صغير، شتي كبير. امس يعني باتت غير في لوطوروت، باتت غير في طريق السيارة. مشاهدينا على قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. الزواج واحد الحاجة زوينة، إلا لقيتي الزوج المناسب والعائلة المناسبة حاجة مزيانة، ولكن كيف ما كيقولوا زواج ليلة تدبير عام. أخت سهام اللي معنا اليوم كتعاني واحد القصة ديال الزواج اللي صعيبة بزاف. الآن من بعد 3 سنوات ديال الزواج، أخت سهام كتبات في الصنعة مع الإبن ديالها اللي ما عندهم لا حالة مدنية لا أوراق ديال الزواج لا حتى شي حاجة. اخت سهام كتبات في الزنقة، ما عندها لا حنين لا رحيم. اليوم جينا عندها باش نشوفوا القصة ديالها. شي سهام، السلام عليكم. السلام. شنو كيفاش تزوجتي بهذا السيد في الاول؟ شاخدنا من دار شنو كيهضر علينا، قال لينا بغيت نتزوج. شفت انا كثار قال لي من بعد غندير معاك الكارت، ما داروش معايا الصباح ديالي. دار معايا الكارت صافي لي ولا بغيت نتزوج، بغاني ندير معايا الكارت وحنا ما دارناش. شفت الأغنية صافي ما بدات تعير فيا، صافي وكدا ضرب لي بزاف لي ناطحيكو وتا هو كيبدا يعير فيا بزاف لي. واخا سمعي لي حتى عليا، ملي يعني تزوجتو في الأول اتفقتو أنك غتسكني معاهم في المنزل ديالهم؟ إيه اتفقنا، درت معاهم ولكن دا ولات تتجري عليا الزنقة، اتفقنا غير سمعها في الدار. شكون اللي ولات كتجري؟ بعدا وسطي هي اللي ولات تجري عليا. دابا هو يومين هو باش تيبات معايا، يومين هو بات معايا في الدار. واش من النهار الاول اللي تزوجتو نتوما في المشاكل ولا؟ لا حتى حنا متفقين، عاد ولينا في المشاكل ولا تتجرى ليا الزنقة. لا شنو السبب اللي تخلي الزوجة ديك الإبن ديالها تخرج للزنقة؟ ما عرفت، هي دايرة هكايا معايا، معايا بواحد الآخرين معاهم بحال هكايا. ما مقبلانيش ولا ما عرفت، ولدا ولا تضربني ولا ما عرفت، حيت نقول لولدا حط ولدك في الحالة المدنية، هي ما تقبلاتش هاد الهضرة. الزوجة ديال الأبناء ديالها حاطين وليداتهم في الحالة المدنية؟ إيه، عندها وحدة حاطة ولدها في الحالة المدنية، أنا ما حاطة. يعني الزوج ديالك عاقل وفاهم وقاري؟ واش زعما الام ديالو اللي ما خلاتوش، ولا هو اللي ما بغاش يحطو له في حاله المدنيه؟ هو اللي ما خلاتوش يحطه، هو ملي كنقول ليه حط له كيقول لي ما عنديش ما انا غلقت الباب ما عنديش. شحال الان اليوم شحال العمر ديال الابن ديالك؟ عامين، دخل دابا في عامين. يعني كيفاش كدير معاه في السبيطار لا مراد ولا شي حاجه؟ ما عنده لا ورقه لا والو، كندوز ليه هو والو، كنخليه هكا كتنشوف كندير ليه الدواء تنخليه. اسمعي، يعني النهار زاد ولدك عمرو مشى شاف الطبيب ولا السبيطار؟ لا كنديها السبيطار كنحسبو لك كنديه صافي، ما عنديش باش ندوز ليه باش نقضي الحياة. واخا اختي سيام، شحال دابا انتي في المشاكل يعني انتي والعجوزة ديالك والزوج ديالك؟ لا ماشي شهرين ولا ست شهور بلا هكا، سلمت الزنقة من بعد ما عرفتها رجعت. ولكن اليوم هذا كنت انت يوم ولكن بدات تخسر تسوق بلا سوق، واليوم اصلا زعما سوق. واش هي جرات عليك قالت لك خرجي الزنقة ولا انت خرجتي براسك؟ لا هي اللي جرات عليا قالت لي خرجي، ولا حتى حوايجي برا لا حتى حوايجي، ولا كارت هو بقات عندها ولا كارت ديالي. دابا 3 ايام وانت كتبغي في الزنقة، كيفاش كدوزي الليل؟
ما مزيانش البارد الدري الصغير شي كتير. شنو كتشربي وشنو كتشربي؟ هاد الناس بزاف هما اللي كيعطيني هاد الليلة جيت تبت هنايا واحد البيت خاصهم يشدوني شي شكوارة هادو ندوق على هاد الليل ولا ندوق على هاد الليل. دابا 3 أيام تعرضتي لاعتداءات لا والو. لا حيت كان معايا الراجل اليوم هو اللي ما جاش يتعلاش برك في الدار. يعني الراجل كان معاك هاد اليوم كان معايا اليوم كان معايا اليوم اللي ما جاش جيت كريت ما خفت ولا مجرد بس يشدني شي حد ندوق على جنب. علاش ما جاش معاك علاش ما باتش معاك اليوم الزنقة؟ ما عرفت واش مؤامرة في راسو ولا ميجيش عندي. كيفاش كتعيشي انتي والابن ديالك؟ دابا في هاد البرد وهادي الدري عندي صغير شنو كياكل شنو كيشرب هو؟ حسب الناس كيعطيونا على قد الحال كناكلو انا ولا ونحسنين يعاونوني وهادي ما يدو خير كبير مليح. بس انا ما عنديش ما ندير الدري هنا واخا الابن ديال ما عاونوش نبقى في الزنقه بحال هكا مشرده والدري مشرده. الابن ديالك دابا يعني ما عنده لا ورقه لا والو ما كاينش لا لاك ديال الزواج لا والو كيفاش غيقرا كيفاش غيكبر كيفاش نور فين غيقرا شنو غي شكون اللي غيراه؟ هادشي باش نفكر انايا الدري غيكبر غيلومني انايا هو الاب كاع ما كيفكر كاع في هادشي. واخا بوينا واش ما كانش عندك شي تواصل مع لما العدوسه ديالو من بعد ما خرجتي للدار حيت وصلتي معاهم ولا؟ لا ما عيطتش ليا ما والو كنسولك حتى الدكتور حاولتي زعما تكون شي صاحب ديال هاد الشهر ولا؟ لا كثير هادشي اول مرة باش تكون جزيرة ديما شكون كنت كدير ماشي غادي. شنو دابا المطلب ديالك من الزوج ديالك؟ تمنى هو يدير ولد ويكري ليا يعني بغيتي تكون عندك واحد السكنة ديالك بوحدك؟ تكون عندي السكنة بوحدك كنت انا بحتاج يعني جربتي ان السكنة مع العدوزة ديالك ما لايقاش؟ لا ما لايقاش تقول كيفاش كنتي كدوزي يعني اليوم ديالك الحياة ديالك مع العدوزة دابا ملي كنتي كتبقاي انت وياها في الدار كيفاش كنتي كدوزي؟ كنت كدوزي يعني مزيان كناكلو مزيان وكنشربو مزيان نستيقظ بكري بزاف مشاكل قلت لي ان الزوج ديالك خدام ولكن اللي كتقول لي دير 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 وريقات لبنت كيقول لك ما عنديش هو خدام المصاريف ديالو فين كيمشي؟ هو على قد الحال سيفيس هو غير سيفيس على قد الحال هو يعني القوت ديالو يومي حدو كيجي كتاكلو بيه وتشربو بيه داك النهار داك النهار اللي كيشدو فيه كناكلو فيه وكنشربو. شنو الرسالة اللي تبغي توجهي للمحسنين من هنا؟ المحسنين هما يتعاونوا معايا كداو ياسر كويس على قد الحال يتعاونوا معايا ما حملوني رسالة الزوج ديالك والعروسة ديالك هو يحط ولده في حالة مدنية ودير معايا القاع. اليوم شحال العمر ديالك أسير؟ 20 يعني 20 سنة تزوجتي فيها وفيها عندك ابن ديال اللي عنده في العمر ديالو تقريبا 3 سنوات يعني فكرتي بلي واش ندمتي على الزواج ديالك؟ اه ندمت عليه بزاف حيت ما في الاول ما صحبوش بحال هكايا الاول جا هضر عليا قال لي تكون ادارنا وعزتهم وما صافي قبلت انايا قبلت صافي مشيت عند الدار ولدت صغير وجا تعامل معايا على الدوزا بشكل اخر هاد الدري الصغير ما تقداتوش يعني ما بغاتش الابن ديالك؟ ايه هادشي اللي قال لي انايا ولا تمني ولدت ولا تتعامل معايا بحالي ندمتي على الزوج وانت صغيرة؟ ايه ندمت بزاف إذا مشاهدي قناة أشواق تيفي كيف ما شفتوا معنا يعني الحالة ديال الأخت سهام كتعاني كتعاني في صمت 3 سنوات ديال العذاب كيف ما قالت هي يعني كتبات في الزنقة شحال من مرة كتخرجها العدوزة ديالها كتخرجها الزنقة وكتبات في الزنقة كيف ما قالت يعني في الكواليس ليلة أمس يعني باتت غير في لوطوروت باتت غير في طريق السيارة الابن ديالها كيف ما كتشوفوا يعني شفتوا في الصور رجليه كاملين مقيحين كاملين دبورين
هي الان يعني باغا شي مساعده، باغا شي واحد اللي يوقف معها وتحط الابن ديالها في الحاله المدنيه، حتى هي ما عندها لا لاك ديال الزواج، ما عندها الاوراق ديال ولدها لا والو. هذه هي الرساله ديال الاخت سعاد. كان معكم حمزه بقنادل خلف كاميرا حسام اديب، لنا الصوره ولكم التعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.